مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة طبيب الكمبيوتر. أنتم الآن تشاهدون فقرة عالم الألعاب التي تشاهدون فيها أبرز أخبار عالم الألعاب طيلة الأسبوع. إليكم أبرز العناوين. رسميا Far Cry 5 قادمة في فبراير 2018، وإليكم أيضا التفاصيل الكاملة عنها. أيضا تأجيل Red Dead Redemption 2 لعام 2018 وكشف أولى صورها. وأيضا مبيعات أوتوماتا نير تخطت بكثير توقعات نشرها. وأيضا في آخر عناويننا لهذا الأسبوع، بعد 4 أعوام على طرحها Dragon's Dogma قادمة بنسختها المحسنة للجيل الحالي. لا تذهبوا إلى أي مكان، ابقوا معنا. بعد وعدها لنا بالكشف عن لعبة Far Cry الجديدة، ها هي يوبيسوفت تزيح النقاب عن Far Cry 5 القادمة لأجهزة البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي في 27 فبراير 2018، وهي من تطوير استوديو يوبيسوفت فرع مونتريال بمساعدة كل من استوديوهات يوبيسوفت تورونتو وكييف وشنغاي وريفليكشنز. هذه اللعبة ستأخذنا بمغامرة إلى ولاية مونتانا الأمريكية، حيث سنتقمص هذه المرة دور نائب الشريف الجديد في مقاطعة هوب كونتي الخيالية في مونتانا. وعند وصوله يحدث انقلاب من قبل عصابات متشددة ومعروفة باسم The Project في جيت، والتي تسعى إلى الاستيلاء على المقاطعة باستخدام العنف. تعين على اللاعب إفشال خطة The Project في إيدن جيت والموضوع بيحكم، وإشعال فتيل المقاومة للمساعدة على تحرير مجتمع هوب كونتي ونفسه أيضا. وأخيرا أكدت الشركة أن مالكو بلايستيشن 4 بإمكانهم الحصول عند الإصدار على حزمة ملابس مجانية خاصة بلعبة Far Cry 5 عند شراء اللعبة، ويحتاج اللاعبين إلى حساب يوبيسوفت مجاني ليتمكن من الحصول عليها. وبإمكان أيضا لاعبين على الأجهزة مثل إكس بوكس والبي سي والحصول على نفس المحتوى من خلال يوبيسوفت كلاب. بشكل غير متوقع، أعلنت روكستار اليوم عن تأجيل لعبة Red Dead Redemption 2 لربيع العام المقبل 2018. كان مقررا إصدارها في خريف العام الجاري على الإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4، ولكن للأسف هذا لن يحدث. تعويضا عن هذا التأجيل، أكد المطور الأمريكي عزمه عن كشف تفاصيلها في هذا الصيف، كما نشر عددا من الصور التي يمكنك مشاهدتها في هذا الفيديو. إليك بعضا منها. اليوم أصدرت سكوير إنكس نسخة أصلية من آخر المؤتمرات الفصلية الخاصة بالمستثمرين، وهذا ما نتج عنه بالتبعية انكشاف معلومات مثيرة لاهتمام الجماهير. أولا، ذكر الرئيس التنفيذي يوسوك ماتسودا أن اللعبة الملحمية نير أوتوماتا كانت مساهما كبيرا في أرباح الربع الفائت، إذ أن مبيعاتها تجاوزت بكثير ما توقعته الشركة. في ذات الوقت فسر ماتسودا أن ما تداولته بعض المواقع بشكل خاطئ وبعرضه لهذه الشريحة أوضح أن الألعاب التي أدرجت تحت FY2018 بايوند ستنطلق في غضون 3 سنوات المقبلة أو نحو ذلك. في السابق كان قد اعتبر البعض أن المسؤول يتحدث عن Kingdom Heart 3 و Final Fantasy 7 Remake، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث تشمل الشريحة لعبات مارفل الجديدة أيضا، وهي الوحيدة التي من المجمع أن تكشف في 2018. بالإضافة إلى ذلك، لدى النشر الياباني خطط للسوق الأمريكي والسوق الأوروبي، يهدف من خلالها إلى طرح عناوينه السابقة والجديدة بعنف إلى الأسواق الغربية. وأخيرا وليس آخرا، أعرب السيد ماتسودا عن نواياهم بتصميم ألعاب قادرة على توليد طيارات من الإيرادات المستمرة في المستقبل المنظور. لعبة Dragon's Dogma Dark Arisen صدرت أول مرة عام 2013 على الإكس بوكس 360 والبلايستيشن 3، وهي تعد نسخة محسنة وموسعة للعبة الأصلية Dragon's Dogma التي صدرت بمايو 2012 على أجهزة الجيل القديم.
بعد ذلك تم طرح اللعبة في عام 2016 على الحساب الشخصي، والآن يبدو أن الدور قد حان على ملكي الجيل الحالي، حيث أعلنت اليوم كابكوم أنها بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للعبة تنوي طرح دراغونز دوغما دارك أريزن على الإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4 في خريف 2017. كابكوم لم تكشف أي معلومات عن هذه النسخة الخاصة ببلايستيشن 4 وإكس بوكس 1 ولا حتى عن سعرها، ولكن تجدر الإشارة أن نسخة الحاسب المحسنة ضمت أنواع جديدة من الوحوش ومنطقة جديدة تدعى بدر بلاك آيزل، بالإضافة إلى المزيد من القدرات الشخصية للعبة. كما تتمتع تلك النسخة برسومات محسنة ذات دقة عالية مع دعمها للإنجازات عبر خدمة ستيم، وكانت متاحة بسعر 30 دولار أي ما يعادل 112 ريال سعودي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك، ولا تنسى أن تشاركنا رأيك في أخبار هذا الأسبوع. إذا كان لديك أي استفسار أو أي سؤال يمكنك أن تتواصل معنا على موقعنا الإلكتروني أو على أرقامنا في الواتساب. نراكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.